عنا بالبلد المعيشة غالية كتير، يعني المواطن ما عنده دخل ولا عنده شغل، المواد الغذائية كلها عم تغلى قدامه، يعني عم تغلى المواد الغذائية هو دخله باليوم 20 ليرة أو 30 ليرة العميل، هذا هو اللي عم بيصير معه، يعني كانت أنينة الزيت ولكم 27 ليرة، صارت أنينة الزيت ب 45 ليرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، عرفت هي كيف؟ هلا رخصت شوي بس رغم كل هالشيء غالي، المواطن ما عنده دخل. يعني كنا لك مثل هلق مقبلين على شهر فضيل وعلى شهر خير وبركة ورمضان، يعني قبل رمضان قبل النزوح والله كنا ما نعرف وين نحط، كيف أش ما نشتري نتباهى بالأكل اللي بدنا نحطه في 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 رمضان قبل النزوح وقبل الاحتلال وقبل القصف، بينما هلق يعني هلق الحالي الله يكون بالعون حالي يرسلها.